السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. مواعيد المباريات المتبقية من دور الـ16 في كأس مصر 2021-2022، لحتى الآن اتلعب 5 مباريات وباقي 3 مباريات، بدايتهم بإذن الله تعالى يوم الجمعة 12/8/2022، مباراة للبنك الأهلي مش فاكر قدام مين، ومباراة للنادي الأهلي، ومباراة لنادي الزمالك أمام الإسماعيلي. متابعين الكرام، بداية المباريات المتبقية يوم الجمعة 12/8/2022، إنبي هيلعب أمام البنك الأهلي الساعة 8 مساء بتوقيت مصر على قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1 الأولى. يوم الأحد 14/8/2022، النادي الأهلي هيلعب أمام مصر المقاصة الساعة 8 مساء بتوقيت مصر 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1 الأولى على ملعب استاد السلام استاد النادي الأهلي. أما نادي الزمالك فهيلعب يوم الثلاثاء 15/8/2022، هو الاحد 14 والثلاثاء او الاثنين بقى الاثنين 15/8/2022، الزمالك هيلعب امام الاسماعيلي الساعه 8 مساء بتوقيت مصر 9 مساء بتوقيت مكه المكرمه على ملعب استاد القاهره الدولي. متابعين الكرام، دي كده المباريات المتبقيه. اشترك في القناه وفعل زر الجرس توقع نتيجه مباراه الاهلي او مصر المقاصه، والاهم مباراه الزمالك امام الاسماعيلي. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك الفيديو. بالنسبه للمباريات السابقه في دور ال16، دور ال16 اصلا كانت لعب بدا يوم الجمعه 1/7، المقاولون العرب فاز على الجونه 2-0 وتأهل لربع النهائي، سموحه فاز على كفر الشيخ 6-1 تأهل لربع النهائي، سموحه طلائع الجيش خسر من منتخب السويس 1-0 لمنتخب السويس ومنتخب السويس تأهل لربع النهائي، بيراميدز كان فاز على سيراميكا كليوباترا 2-1 وبيراميدز تأهل لربع النهائي، كذلك المصري البورسعيدي فاز على ايسترن كومباني والمصري تأهل لربع النهائي. وكده قلنا الـ3 مباريات المتبقيه. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.